يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت لمدة أسبوعين. نعم. صليت لمدة أسبوعين وعلي لفافة بسبب كسر في أصبعي، واللفافة ملفوفة على أغلب القدم لغير حاجة. صليت لمدة أسبوعين. نعم. وعلي لفافة بسبب كسر في أصبعي، واللفافة ملفوفة على أغلب القدم لغير حاجة، وأمسح عليها، فهل أعيد هذه الصلوات؟ أخطأت في هذا، لكن لا تعيد الصلاة لأنك محتاج إلى اللفافة على الكسر، محتاج لها غاية ما يكون فيها زيادة عن الحاجة، وظنيت أنه يمسح عليها، مسحت عليها وصليت. الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن لا تعود لمثل هذا في المستقبل. نعم، لا بد أن تكون اللفافة أو الجبيرة أو اللصوق على قدر الجرح وعلى قدر الكسر، قدر الحاجة فقط. فإن زادت، قال الفقهاء، إن زادت فإن قوي على نزعها ينزع الزايد، وإن لم يقوى فإنه يتيمم.